بحكم التقارب في الثقافات في التضاريس، احتمال كبير أقول عمان. جنب قريب. والله تدري إن ثقافتنا واحدة. ثقافتك إله إلا الله. ثقافتكم وأغلب أموركم لعبكم و لا، فيهم عندهم لعب ثاني. تدري إن الجنوب عندهم يختلف ثقافياً بمليون وثمانين درجة عن الجنوب؟ وش يختلف فيه؟ الجنوب عن الشمال. وش يختلف فيه؟ مثلاً عندك اللعب، أهل الشمال أكثرهم، يعني أنت من الوسطى وشمال عمان، يلعبون اليولة أو إنهم يلعبون أشياء قريبة من ثقافتنا. أما الجنوب يلعبون البرعة. وش البرعة؟ برعة يمسك له خنجر وينقز معه. كني شفت اللعب ذا البرعة ولا في عمان؟ إيه في عمان. شفت هذه اللعب على يا هيثم السلطان، هذه الأغنية اللي ضربت ترند، لعبهم البنات الصغيرات هيلا. هذا فن من فن الجنوب. بس لعبهم الأساسي وشو؟ والله ما أدري الأساسي، ما أدري، لكن كثقافات ما مختلفة. عندنا في الإمارات بس اليولة، وعندنا العيالة، وعندنا العرضة. تقريبا عرضة الإمارات قريبة وايد من عرضة نجد، وايدة؟ اي وايد قريب. وعندنا العازي. وشو؟ العازي. عازي شو الخبر؟ أنت ما شفت يوم زارنا الملك سلمان في العيد الوطني قبل سنة، 3 سنين 4 سنين؟ إلا إيه، وقدامه دخل عيضه المنهالي وماسك سيفه يقول يواب والله يواب، يغني بصوته، وردون وراه حول 100 ريال واقفين ببنادقهم. هذا فن العازي. وش أصعب فن عندكم؟ أصعب فن؟ كصوتي ولا لعب؟ أداء وصوت. في عندكم صوت اللي يجي فيه صياح؟ هذاك لا، لا هذاك فن قبلي. تسمع؟ فن قبلي هذا الشحوح، هاي يقول واي ايه ايه شحوح، حيلة من هال راس الخيمة، هاي ندبة يسمونها الندبة. وش لعبتكم الرسمية؟ الرسمية؟ المناسبات. المناسبات العرضة، العيالة، بدون إيقاع، بدون موسيقى، على صوت الدف والطبل، ويشلون بالصوت، يغنون ويغنون فرش. فرش؟ فرش يعني يكون شاعر واقف ويعطيهم الأبيات. السلام. ايه ولعب انت عاد. فرش وليورة. أنا استعجبت بصراحة، الصراحة الثقافة كتنوع وكثر عندكم، بالله العظيم عندكم تنوع في التضاريس والثقافة. هذه ترى أنت اللي لاحظت، أنت اللي لاحظتها. ترى ما أبغى عندنا الثقافة ولا تمكن الشباب واستانسوا وحصلوا اللي يبغونه إلا بالتنوع هذا، إلا بالتنوع وبعد دعم 2030. اليوم بعد دعم 2030. ها؟ بعد دعم 2030. إيه الرؤية هذا مش بس تخدم السعودية، تخدم مستوى إقليمي. صالح أرح. ها؟ المطلوب منا قفلة مدروسة. وين؟ لف شوي، مطلوب مني قفلة مدروسة. تجي هنا يعني؟ إيه لا خليك جنبي. ليه ما حولنا شيء؟ إيه بيه. جلوش الله الله يودني حزين على أبو شايع، الله يذكره بالخير. يا أبو شايع والله من المرجلة والطيب. قاعد وين غدا؟ قالك فيد قبل شوي تحت. إيه مشكلة أبو سعد. هذه الأسئلة. إيه زين. الله يقلع. إي والله زين يا أبو. كنا نقول وش؟ تنوع الثقافات. أنا قلت لك ترى ما تنوعت الثقافات عندنا. إيه والرؤية. إلا بعد الرؤية. يوم جت الرؤية 2030 صار عنها 2008
بدوا الشباب عندنا يتثقفون يدرسون؟ تدري اني في اربع ايام اختلفت علي ثقافات كثيره؟ والله والله العظيم اذا لا تختلف. رحت المدينه لهم ثقافه، رحت القصيم لهم ثقافه، جيت في الرياض لهم ثقافه، جيت حائل لهم ثقافه، جده لهم ثقافه. تدري ليه؟ الارض ممتده اطرافها 2 مليون كيلو متر مربع، شيء حجم يعني. حجم يعني انت الحين تقطع اول السعوديه لاخرها 3000 كم 3000 كيلو متر بين منطقه ومنطقه؟ شوي هذا؟ هذا والله مو بشوي. والله مو بشوي. والله مو بشوي. لا اله الا الله. ممتده المتراميه ثلاث اطراف. تدري في راسي قصيده في المملكه العربيه السعوديه وفي حكامنا. اطبخ ازريت اخلصها من 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 قوم. ما اني كل ما كتبت قصيده في 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 ارضنا اتصغر. اللي في خاطري انا اعرف اللي في خاطري وكل اللي كتبته طيب ادري انه طيب. بس ما برد خاطرك. اي وادري اني لو عده جذب اي كل بيثني، لكن الى الان في خاطري حاجه وعنها تطبخ الى الحين ست ايام. كم؟ تطبخ في راسي ما بعد اسوي شيء. ولا سويت شيء منها؟ قريبه. انا ترى صناعه القصيده عندي لو جيت اكتب يمكن اخذ خمس ايام ست ايام ما كتبت شيء ولا افكار معي. هذا حبك. افكار الفكره البيت كلم احيانا مفرده كذا يقضي يومي على كلمه. انت من الاشخاص اللي مخلصين للشعر. اي مثل اذكر قصيده كتبتها والله وانا اخوك انه يوم كامل ابحث عن كلمه واحده. مو هو بفكره ولا هو بشطر ولا هو ببيت، لا ابحث عن كلمه مركبه. أنا داري إن الشطر اللي معي يبي لي كلمة مركبة وأبحث عن الكلمة اللي أدري إنها ما قيلت في الشعر النبطي إلا مرة مرتين ثلاث. أنا هذا هوسي إني أحاول أجيب كلمة أكيد إن سبقوك الرجع عليها ما في كلام، لكنها ميب مستهلكة. أنت تبتكر فكرة لكن كلمة ما تقدر تبتكرها. لا ما تبتكرها بس أنا قصدي مستهلكة تلقاها مثل يعني بعطيك كلمة. أنا بعطيك كلمة بدال أحبك. يلا وش هذه حلوة أعيبك صح. هذه كلمة تقريبا عندنا لها ثقافة معينة يعني اللي تبع ثقافتنا أعيبك. على على طاري الابتكار أعيبك هذه لأنها لها خصوصية خصوصية لهجة أقدر أستخدمها صادق. على طاري كلمة أحبك أنا الواحد إذا مثلا حاول أنه يتعدى الكلمات هذه يبي يجيب شيء وراها أنا أقول عيونك الثنتين ما عنها اللي على بالي تعرفينه كلمة أحبك خالصة منها الحين أحب اللي تحبينه. يا سلام هذه هذه المرحلة يا قو البيت. على طاري الكلام صدعت منه. أنت فهمت الفكرة اللي أقصدها؟ صدعت منه. هو عادة لا حبيت الشخص تحب اللي يفعل كل شيء يفعله تحبه صحيح. كل شيء يحبه تحبه صحيح. إذا حبيت حب حقيقي يعني صحيح. كلمة أحبك خاص منها الحين احب اللي تحبيه. يا سعد والله ان الشعر ياكل من 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 من, من عمري يا ريجي. انتبه ياكل لا علمك انه ياكل من عمري مو بياكل من عمري انه شيء وقتك وقتك ياكل وقتي هذا اي هذا القصد. لكني اعيش معه يعني تتخيل افقيت اني احيانا اجلس في مكان خاص ما حد يدري عنه يعني لو اكلمك تجيني فيه اعلمك بس احيانا اروح لما اكلم احد ما حد يدري عنه يعني اني احيانا اجلس يوميا ثلاثه لحالك انا ويا القصيد. يا رجل اي والله انا من شفتك دخلت الغرفه هذيك وانا خلاص والله العظيم والله اني شكيت هالرجال لحالك يومين والله اني يومين ثلاثه يا اخوي انا اضيق والله اضيق اذا شفت ما شفت مودمي قدامي تجيني مثل حالك ذي ما ادري وش ولازم اشوف الارض اذا ما شفت ما أتخل. شوف انا الحالات هذه اللي تجيني مثلا ثلاث ايام اربع ايام مع لكن نفسي لكن تولد قصيده اي بس ما هي بكل يوم من فتره ممكن يروح شهرين ما اجيت ذي الحاله بس احيانا تجي ذي الحاله خلاص ادور لي مكان اعرف ان ما حد بجايني فيها الا معلم سواء طلعت بر ورحت للخايع معي عزبتي ومعي فراشي وانتهينا واجلس فيه يومين يومين في خايع يعني كله خزامه وش يقول ورقروق الله في خايع يعني كله خزامه ورقروق مطب من الناس مش قول خالي لا مصيبة أنا ما أقدر أنا حتى يوم كنت رحنا في رحلة علاج
تدري وين رحت؟ رحت كوفي عربي. كوفي عشان القى عرب، عشان القى عرب اسولف، اسولف وياهم، اتكلم وياهم، ما خليت حد. لا اله اي والله اني اضيق. شوف انا رجال اعلمك اكون صريح، شوف دخولي مع الناس صعب. صعب ليه؟ عادي اسولف مع بخيت ويصير رفيق بس ما هو صديق. ممكن اسولف معك بخيت واضحك معك استانس، بس انك بتصير صديق يبي لي وقت 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 كبير كبير. شوف لا هي تفرق، انت في شيء يسمونه كسر حواجز. وش هو الكسر الحواجز اللي الناس مش فاهمته؟ تدري وش هو؟ وش هو؟ الحين مثلا انا دخولي اقدر ادخل واسولف اجتماعي صح، لكن متى اقول لك اكون صعب في كسر الحواجز؟ اني امزح معاك، امون عليك، هذه يبي لي وقت فيها. لكن اني اسولف واضحك معاك لو تبغى لين بكره عادي. إيه إيه هذا انا، هذا انا تراني مثلك، انا بسولف وبضحك معك، لكن تقول لي عطها عط بعطيك سد لي ما هو بلا يمكن شهور عشان اقدر اعطيك سدي، ويمكن بعد ما اكثر من شهور. بس عاده في برا برا القريه يبي لك عشان تقدر تكشف اسرارك لبعض الناس يبي لك 6 7 شهور. ترى القريه لا تقربك لانك يوميا مع شخص من الرجال. شو اللي ما تقربك يا عبد الله؟ انا تعرف الله يكرمك حذياني ما حصلت، كناديري ما حصلت، بدلاتي ما حصلت، في تقرب اكثر من كذي؟ ايش التقرب اللي اقرب من كذي من جد؟ ما في شيء، والله ما في شيء. انا تعرف شو المشكله؟ انا شفت خلني ساكت يا رب. خلني بعلمك انا يوم اقول التقرب. لا شفت شفت اللي الكلام كنت تقوله صحيح، القريه غير. علمك ليه؟ انا عشان اجلس مع نايف خالد 40 يوم الحين، خمس كم احنا كم؟ 47 يوم خارج القرية. يبي لي عشان أجلس معه 47 يوم يبي لي سنة عشان تجي جلسة كاملة. إيه صح. يعني ممكن أقابله في اليوم 3 ساعات عشان أولفها. ممكن ما تقابله في أسبوع إلا ما. صح عشان تجمعه تطلع. عشان أولفها عشان أصير 40 يوم هذه يبي لي سنة. صح. لكن هنا غير يجتمع. ففي ناس قدرت تفضل لهم مثل الرجال ذا عرف أشياء يمكن ما حد يعرف. يا طيب أبو حمود صدق أنا ذا الحين كم 47 يوم أول مرة آخذ يا نفسية ألبس شيء مهلي. يا نايب يا نايب. 47 يوم عليك. جيت ادور عقالي ما لقيت، فلقيت العقال في حطيتها راسي ومشيت. هم هنا يعلمونك انك لازم تاخذ اي شيء. ما خذ اللي ان اعجبك شيء في كنت اسمعها بس ما كنت اعرف ايش معناتها. ان اعجبك في طريقك. ايش يقول؟ ان اعجبك شيء في طريقك. لا ان اعجبك في ايوه ان اعجبك في طريقك. لا كيف؟ ان اعجبك شيء في طريقك. شله. لا عشان تقدر لازم تقول واعجبك شله وان شفتي شيء وان شفتي شله. ايوه ان شفتي شيء في طريقك اعجبك شله. شله اليوم اول مره اشيل عقال واحد. ارحب يا ربي دور يا مرحبا عشان احضر البرايم الذي كان له شغل الشباب اللي سووه الفيديو كليب رهيب. احط لك منظور على يمين على يمين. وش تبي يا ربي؟ على يمين على يمين يقول الحطب لين شوي وتولع الخام. يقول لك ايش؟ ومعاك ابعت سلامي للناس الطيبه وان اقدم مرحبا ثم مرحبا ثم مرحبا يلا حي ومعاها متنسى قرب تعال تعال صف واحده يمين واحده يسار اقول لك شيء تعال بشاور بكم شاور سلامي للناس الطيبه صالح ونقدم احلى فرحه ومعاها متمسة وحلوين من يمنا والله وقلوبنا كويسه ونقدم احلى فرحه ومعاها متمسة ويا ليل طول شويه عالصحبة الحلوة دي ويا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي الغالي مش على الغالي الغالي مش على الغالي الغالي علينا غالي ولا عمره حياتنا كويسة الله لوبنا نحن قاعدين هنا نسولف صوتي صوتي حلو صوتي حلو نحاول ان نشله من الموضوع البرايم الامور هذه لا نعم نعم حلوين يعني عطنا حبيبي صوتك ما احب الاغاني المصريه بس ما احفظها
طيب عطنا لا لا عشان اذا حلو حلو ايوه نايف رجع اوه نايف كف ابراهيم لا لا تضايقونه لازم تنزل لا 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 لازم تنزل الحين نايف تربينا تضايقونه لا لا خلوه يبني نهاية ثمارة لا لا وكرم يقول الرضا تزعل كت 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 دقيقة 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 انت صوتك نشاز الله يا هذا اعتز فيها نشاز اعتز فيها لا ترفع طبقة صوتك خل هذا الصوت الجميل يغطي على صوتك النشاز فلا ترفع صوتك عشان الله يعطيك العافية لا مدوا الفرشة يا ربع ترى حتى ملم في النوت الموسيقية انا لا يا ربع مدوا الفرشة يا ربع نوسع انا لو اعطيك الشطر الاول انت على طول ابدا في الشطر الثاني لا 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 ترفع صوتك يلا 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 يا نايف خالد ابشر 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 نايف خالد انا ابي دوتو بيني وبين نايف بن محمد لا دوتو طال عمرك تدرون وين سوونا شفتوا باب الغريب سووا هناك انا اكسر يلا ابو مساعد نايف ابو مساعد تحطوا الجمله لا ضيقونا ترى القفل عند الرجال يلا عرفكم يلا 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 لا 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 تضايقونا التربي لا تضايقونا لا لا خلوه يجني أقل من صوتها من حياة ثمارها لا لا محظة من عقب المضي تعلونا لا لا خلو حبيبي لا 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 خلوه يجني من حياة ثمارها لا 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 تضايقونا تلفي لا تضايقونا لا لا خلوه يجني أغنية نايف جميلة جميلة مختار أنت جميل يا أستاذ أبو مساعد حلوة القديمة أنا أبغي وحدة أيوه الصراحة بأمانة مع أنها قريبة على قلبي وعلى أسلم بلدي وش هي آمر حقت طلع مداح إيش وطني 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 روحي وما ملكت يديك يا ربيع أنا طالب من قلبي وما أحب سواه روحي وما ملكت يداي فداه وطني الحبيب وما أحب سواه منذ الطفولة قد عشقت ربواه إني أحب سهوله وثأرباه وطني الحبيب وطني الحبيب وما أحب سواه اشتقنا عطنا اشتقنا يلا يا حلو اشتقنا والله اشتقنا يا حلو اشتقنا والله اشتقنا يا حلو والله اشتقنا لكن الزمان مفارقنا اشتقنا يا حلو والله اشتقنا لكن الزمان مفارقنا ياما ياما وياما تعاهدنا وبنار الشوق تولعنا ياما ياما وياما تعاهدنا وبنار الشوق تولعنا يا حلو اشتقنا والله اشتقنا يا حلو اشتقنا والله اشتقنا الساعة كم يا عطنا سامري لا الساعة اثنتين عطنا سامري الا خمس عطنا سامري خلاص شفع يتشاورون في شيء ما عليك عندهم من البدايه بنقطع نحن المهم يا ابو مساعد ابغاك تاخذ حقي ابو مساعد من الشيخ بخيت وصالح بسكوني في الخيم وجلدوني والله ايوه قالوا عشان قلت على ابو مساعد ورق عنب ورق عنب مدح ورق عنب والله قلنا له اعتذر والله مسكناه ان شاء الله ايش هذا الله الصحيح قلنا ابو مساعد رزقك يا رب خلكم معي ذي جزاك الله خير وجهك وجاني تعذر منه وقبل تعذر خلينا نسمع الجعدان في ابيات بيقول في ابيات يا رب بنقول اسلم اسلم يا رب و يعني فيها طابع يعبر عن مشاعرنا اليوم يقول من جفا غالي وفرقه صاحب وميله ليالي لاح في راسي بياض ونايشن كبدي حراره والله اني فاقد صحه وفاقد شوف غالي ومن فقد غالي وصحه ما فقد طعمه الخساره جعل ما للضيقه وللهم والمرقاب والي ساقني حظي الراس الضلع من راسه
الزبارة ما فطنت بسقم حالي لين عارضني أظلالي من كسر كسر ما تجبرها الأطباء بالجبارة هالحزن دف الفرح برا مع الباب الموالي دلت دفت اللي يفهق الرغوة عن أطراف الغضارة صلو حثلوم الحسايف قام ياكل منط حالي مثل وكل الجوع من سرجوف خرعوب الخبارة وسلام عليكم. سلام 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 ردي وخذي مني ليالي من العمر أقطف لك النجمة وأذوب لك أذوب لك قمر وألبسك ثوب النسيم وأطر أيامك 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 زهر وألبسك ثوب النسيم وعطر أيامك حبيبي صوتك لا لا هذه آخر حبيبي آسف حبيبي آسف أزعجت ربيع أنا طلبك تختم شيء يلا يلا أنا طلبك أيوة اليوم خلينا نايف غني عشان عودا حميدا واليوم ربيع لازم نعطيني ختامية جميلة وعظيمة من الصوت الجميل واللي عدني ربيع ما هو صوتك اللي أعرفه ما هو صوتك يستاهل الضب من شالة بالهون بالهون يا مغلي بالهون بالهون يا مغلي يستاهل الضب من شالة غزلك ارتاح مع راعي غزلك ارتاح مع راعي يبي على الصدر مقيالة يبي على الصدر مقيالة يا شايل الضبيب اليديه زد رصيدك حصريا ومجانا على شاهد حكايات لا تنتهي